هنايا حنا كنعانيو من واحد مافيا العقار، كنعانيو من مافيا العقار هنا في تادارت، كيمشيو للبقاع ديال الناس، ماشي غير حنا، كاينين بزاف ديال الناس كيعانيو من نفس المشكل، كيمشيو للبقعة كيحفروا كيديروا عقد مزور، وعندنا محضر معاينة من المفوض القضائي بأنه ما كاينش في التسجيل، وكنمشيو كنديروا شكايات ما كاينش جواب والو. لا هي محضر معاينه بانه هذا الشيء ما كاينش في الريجيستر غير موجود، وكيجيو وكيحفروا هما البقاع، كيديروا لهم الناس ايقاف الاشغال، كاين اللي كيوقف، كاينين بقاع اللي ما كيوقفوش، كيمشيو كاينين دابا البقاع اللي سبعه ديال الجلسات في المحكمه ومازال ما تحكمت بايقاف الاشغال. حنا دابا غير اللي كنعرفوا هنايا، راه كنعرفوا حنا غير اللي سميتو خمسه ديال الناس، خمسه ديال الضحايا اللي كنعرفوا، خلي الناس الاخرين اللي ما كنعرفوش، كنعرفوهم غير من بعيد وحتى هما كيعرفونا من بعيد. كنشوفوا المشترك في هذا الملف. حنا دابا نفس تقريبا العناصر هما اللي كاينين عند هاد الناس هادو، نفس العناصر نفس الاسماء. واحد كيبيع للاخر، والناس ديال وفينا هو اصل الملك؟ ما كاينش عند هاد الناس كيعطيوهم الرخص وكيعطيوهم كيبنيو. فاش كتمشي عندهم كنمشيو عندهم كنقول لهم اودي راه هاد الناس هادو راه بناو في اسميتو، كيقول لك لا حنا راه جابوا لنا العقد، راه عطيناهم الرخصه وعطيناهم البلان. كنقول لهم راه حنا هما مضمونين هاد الارض، ها هو اصل الملك ديالنا. كيقولوا لك لا سيروا المحكمه. وبالنسبه لهاد الارض هادي اللي تحفرات ديالنا حنايا، مشينا دفعنا للرخصه ودفعنا للبلان، وتلاقينا في الرخصه وفي البلان، تلاقينا في لانكس في الرخصه وفي البلان، والسيد قال لنا راه ما غاديش نعطيكم الرخصه وما نعطيكمش البلان، لا انت لا هو، تجيبوا لي حكم من المحكمه. عطاكم وثيقه ولا؟ عندنا وثيقه، كاينه عندنا بانه راه تلاقينا حنايا في هذه الارض هذه، راه ما غنعطي حتى واحد الرخصه وما نعطي حتى واحد البلان، سيروا للمحكمه جيبوا لي حكم نعطي لواحد فيكم. ماذا به كدوز شهر كنتفاجئوا السيد كيحفر. فاش مشينا سولنا اسميتو، مشيت عند الشيخ ديال ديك البلاصه قلت له اودي راه السيد راه كيحفر واحد السيد، قال لي راه عنده الرخصه وعنده البلان ديالو. وفعلا فاش مشينا المحكمة جبد الرخصة وجبد البلان كيحطهم، وباش شاد الرخصة والبلان بعقد مزور ما كاينش في الريجيستر، وها هو المعاينة ديالو راه كاينة هنايا. المعاينة فيها بأن هاد 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 العقد هذا هو اللي شاد به الرخصة والبلان. المعاينة فيها بأنه راه ما كاينش في الريجيستر، بمعنى ما مكيليزيش، ما كاينش، ما دخلش مكيليزاسيون، هو اللي مكيليزيه منين جايبو الله أعلم. وهاد الناس هادو عندهم صوابق على هاد الشيء هذا كاملين. كيفاش مثلا؟ عندهم صوابق كاملين مدوزين الحبس على هاد الشيء كاملهم، كامل هاد الناس هادو هاد العناصر هادو راه مدوزين على هاد الشيء هذا، على هاد التصوير هذا. المشكل اللي عندنا الوحيد هو ان كنعانيو من الناس من مافيا العقار ديال تادارت. الناس راه معروفين، عارفينهم، كلشي عارفهم بالاسماء ديالهم، معروفين بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم. والمشكل اللي عندنا، المشكل الكبير شنو هو؟ هو الانسان هما كيمشيو كيديروا عقد بيع بيناتهم، كيديروا عقود بيع بيناتهم، وكيمشيو كيشدوا الرخصه وكيجيبوها، وكيجي لك يترمى لك على الارض ديالك، وانت عندك اصل الملك، عندك باش كيثبت انه اصل كيثبت بانه الارض ديالك ابان عن جد، ابان عن جد، ماشي حتى عقد اشهاد ولا استمرار، ابان عن جد. ولكن مازال حنا ما فهمناش هاد القضيه هادي، هاد الناس هادو اللي كيديروا، لانهم كيديروا هاد العمليه كدار عبر جوج د الاشخاص دابا بيناتهم هما كيديروها. واحد كيبيع لواحد وكيمشيو عند محامي كيديروا معاه عقد بيع، كيكتبوا لهم عن طريق محامي كيكتبوه، وكيدفعوه باش يشدوا الرخصه وكيعطوهم الرخصه، ما كيسالوهمش علاش فين هي الملكيه، فين هو اصل الملك، ويجيو هما يعينوا البقعه واش ديالتهم ولا ماشي ديالتهم، ويسولوا عليها بعدا الناس اللي حداها واش ديالهم ولا ماشي ديالهم، كيعطيوهم الرخص غير هكاك. يعني عانينا من هذا الشيء بزاف، وقع علينا مشاكل، هبطنا كاع للكوميساريه ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، ديما كيهبطونا كيجيو عندنا كيقولوا لنا لا هادو عندهم رخصه خصكم تخليهم يبني، واش انت الارض ديالك خليها لك جدك ويديها لك واحد جاي من مراكش ولا جاي من بلسرقه وعنده سوابق وديجا تشدوا في الحبس، وتيجي وكيقول لي خليهم. حنا هادشي ما يمكنش نسكتوا عليه، لان حنا دابا راه داخلين معاهم المحكمه كلهم، هادو راه معروفين. المهم هادشي اللي بغيت نقول لك، حنا دابا كنطالبوا السلطات انهم يضربوا يد على حديد، يضربوا هاد الناس هادو
ويتخذوا الاجراءات القانونيه معاهم ويخدموا شويه الصرامه، لان هادشي ما بقاش فيه صرامه. لانه ملي كيكون تزوير، ملي كيكون تزوير راه كاين اثبات، وخصو يكون حكم استعجالي ديك الساعه. كاين تزوير لان الناس دارت معاينه، دارت معاينه على العقود. اغلبيه العقود اللي داروا راه فيهم تزوير، راه كاينه معاينه عند السيد هنا معنا، وحتى حنا كاينه عندنا واحد المعاينه ديال واحد السيد توا بنا لينا في الارض، ولقيناه انه ما مسجلش وبنا الدار ودرنا له حنا ايقاف الاشغال، وفعلا حنا حبسناه في الاولى. والاخرين لا، ما عطاوناش ايقاف الاشغال في البقعه الاخرى. سبعه ديال الجلسات دابا هذه ما بغاوش يعطونا ايقاف الاشغال، وجايب لينا بيرمي دابيتي، والدار مازال ما كملاتش، ما دخل لا ما لا ضوء، لا ما داير لا مرطوب لا والو. صبغ الدار دار فيها الجليج على برا، وعطينا بيرمي دابيتي، ومشينا لقينا بيرمي دابيتي انه تسلم ليه في 2022 شهر 10. هاد البقعه تبنات في شهر 3 2023، وبيرمي دابيتي مسلمه هو في 2022 10. لا يعقل ان بحال هادشي، راه هادشي راه يتبات، راه كيتبات. خصك دير حكم استعجالي تحيد ليه كلشي وتشدو، لانه راه كلشي عنده مزور، التزوير خدامين بالتزوير، عقود مزوره. راه حنا عندنا دليل، حتى حنا عندنا دليل ديال عقد التزوير. ديما تطلب مهله. عندنا محاضر معينه دارها مفوض قضائي، ولقى التسجيل ما كاينش في ذوك العقود، كاينين ها هما محضر معينه عندهم وعندنا حتى حنا. يعني هاد الناس هادو راه دايرين الفوضى، دايرين الفوضى هنا. شافوا ما كايناش محافظه، ما كاين والو، وتيجيو تترموا للناس والناس ما فحالهمش. واش هادو يبقاو تابعينهم الناس بالمحامي؟ راه الا بيدير دعوه استعجاليه ودعوه استرداد الحيازه والاستحقاق، شحال خصك؟ راه خاصينك مصاريف والناس مساكن ما فحالهمش. وهذا الشيء راه بزاف كثير علينا بزاف. هذا احنا المشكل هنا في الدرت هنا، واحد العصابه ديال العقار اللي هي معروفه هنا، معروفه هنا سميتها مافيا العقار، راه معروفه. وكنتشكو منا كما وقع المشكل، هاد الناس هادو كاملين حنا وقع لنا نفس المشكل. عندنا السيده توفى راجلها في 2014، وكان قبل ما يتوفى شرا واحد الارض بقعة 77 متر، شرا عندها الناس اللي كنتشكو منهم اللي معليهم الارنيت، هي هادي شرا عندهم في 94. من بعد بقات الارض هكذاك، دازت 2014 توفى السيد. هادوك الناس ملي عاقوا بالسيد توفى، ما عاقوا بالتوفى حتى 2020، عاد هما شدوا الرخصه، جابوا الرخصه ديالهم، جابوها من البلاصه اللي كتعطي الرخص. يا هذوك بزاف ما كانوا كيبنوا، لقيتهم كيبنوا، وقفت عليهم انا، وقفت عليهم قلت واش كديروا هنا؟ قلت ودي حنا مي الارض. قال لي لا عندك شي ورقه شي وثيقه اللي كتبت منها ديالك؟ قلت ودي كاينه. قال لي لا، قلت له لا، قلت له نعطيكم وثيقه نمشيو للمخزن، المخزن هو غادي يفرق بيناتنا، ماشي نعطي هذيك انا باش دير هذاك الشيء اللي بيتو. هما اصلا معروفين بهادشي ديال التزوير، هما معروفين. يا هذوك درنا بهم شكايه عن السيد وكيل الملك، درنا بهم شكايه السيد وكيل الملك، ولحد الان دابا راه كاين واحد الدراسه، وكنا وجاو وعملنا البوليس محضر المسائل هنا، ودرنا بهم حتى جمعوا مفيد قضائي، وعملنا محضر المعاينه بدايه الاشغال. ومع التصور كما كتشوفوا، عندي التصور ديال هنايا، هما في هنايا بغيت نبينهم لك، هما كاينين. يا هذيك جاو مفيد قضائي عمل محضر المعاينه، صافي دفعنا دعوه مستعجله للمحكمه. يا هذيك ملي دفعنا دعوه مستعجله للمحكمه، المحكمة دارت واحد المدة، عاد خلص ذاك الحكم، توقف الأشغال، وعاد جاو توقف الأشغال، جينا نصيب فوق المفوض القضائي، ونفذ ذاك بلغهم ونفذهم. مي في العلم راه فرص القاعدة وفرص الشيخ، وراه فرص حتى الناس ديال السلطة. يا هذيك مشيت معاهم تما، وهذوك الناس من ذاك ما عاد ولا كيبنيو، ما تسوقوش لهذاك، ما عطوش حتى شي أهمية. صافي عاودنا درنا شكايه اخرى، ولحد الان باقي الاشغال كاينه. وجاء السيد الشيخ اللي مسؤول من تما، حتى هو جا ضرب الحضر ديالو، قال له عطينا المحضر ديالي باش نحمي راسي، هادشي هو اللي كاين في هادشي كلشي.